انت المفروض في كل شابتر من شباكل المادة دي هيبقى عندك متغير. اول حاجة بس هو يعني كلمة ميجرمنت عشان تبقى فاهم. كلمة ميجرمنت زي ما انت عارف كتعريف عملية تحديد وقياس قيمة المتغير. احنا عايزين في المادة دي نعمل حاجة واحدة، احنا عايزين نحدد ونقيس قيمة المتغير. اي حاجة احنا هنقيسها في الدنيا، اي حاجة في حياتنا كده احنا مطلوب مننا ان احنا نقيسها نسميها، احنا عندنا في المادة كلها اسمها ايه؟ متغير. هم بيسموها فاريبل يعني. تمام؟ المتغير ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون ار بي ام، ممكن يكون بريشر ضغط، ممكن تكون درجة حرارة، ممكن يكون زمن. اي متغير عندنا مطلوب ان احنا نقيسه، اي متغير موجود هنسميه عندنا احنا ايه؟ متغير. المتغيرات كتير، في ار بي ام، في بريشر، في تمبريتشر، في انواع كتير قوي من المتغيرات، وعدد لا نهائي من المتغيرات اللي احنا ممكن نقيسها. انت لما انت بتروح تقيس السكر في الدم او الضغط، ده هي مصنوع عندنا احنا برضو ايه؟ متغيرات. كل حياتنا فيها متغيرات، كل حياتنا فيها ارقام. الهدف من الماده كلها ان احنا نعرف نقيس اي متغير هيقابلك في حياتك وانت مهندس ميكانيكي. هتلاقي في الماده هنا هتلاقي عندك 6-7 شابتر، كل شابتر من دول هيبقى مخصوص بقياس متغير معين. في شابتر هيبقى مخصوص بقياس ايه؟ بقياس الضغط، واحد تاني بقياس درجه الحراره، واحد تالت بقياس الار بي ام، واحد رابع هيبقى مختص بقياس طبعا درجات الحراره دي كل انواعها. تمام؟ والبريشر بكل انواعه. احنا باي حال من الاحوال عايزين في الماده دي كل شابتر ليه هدف، ان انت تقدر تحدد قيمه للمتغير اللي موجود في الشابتر ده، والاجهزه في القياس المستخدمه، وازاي اقدر اعمل ده بشكل كويس. طيب انت هتحتاج الميجرمنت دي في ايه؟ محتاجين احنا في ايه؟ محتاجينها طبعا اول حاجه في الجيجز، في كل العدلات اللي احنا محتاجينها، مثلا فين؟ في الطيارات، في العربيات، اي آلة بتتحرك لازم يبقى فيها شوية ايه؟ شوية ميجرمنتس. العدلات دي تقدر تعتبرها لنا زي ايه كمان؟ زي التجارب كلها انت هتحتاج فيها ايه برضه؟ هتحتاج فيها عملية القياس. زي ايه كمان؟ زي عملية رقابة الجودة اللي هم بيسموها الكواليتي كنترول. دي برضه انت محتاج فيها ايه؟ عمليات الايه؟ القياس. رابع واحدة في عمليات اسمها عمليات المعايرة لأجهزة القياس. كل دي اسمها الميجرمنت سيستم وأهمية الميجرمنت سيستم. طيب إيه الهدف التاني؟ طبعاً أنت لازم تبقى عارف حاجتين، لازم تبقى عارف إن أول حاجة المتغيرات اللي هنقابلها، في عندنا نوعين من المتغيرات. في حاجة عندنا اسمها دايناميك فاريبل، وحاجة اسمها الستاتيك فاريبل. الديناميك فاريبل ده متغير بيتغير بسرعه مع الزمن، ده مش هينفع نقيسه باستخدام اجهزه القياس العاديه، فهنقدر نعمل له حاجه اسمها داتا اكويزيشن سيستم، زي اللي موجود في العربيات الحديثه. داتا اكويزيشن سيستم ده بيقيس المتغيرات الديناميك اللي هي بتتغير بشكل كبير مع مين؟ مع الزمن. الحاجه الثانيه الماده اللي مقسومه لها، الحاجه الثانيه هيبقى حاجه اسمها الستاتيك فاريبل، المتغير الثابت نسبيا مع الزمن، يعني الضغط بيتغير كل 5 دقائق، الضغط بيتغير كل دقيقه. طبعا مش حاجه ثابته مع الزمن، كل حاجه بتتغير مع الزمن، اللي كده بتكلم على حاجه ثابته بمعدل زمني اكبر، كل 5 دقائق، كل 10 دقائق هتقدر تقول ان المتغير ده اسمه ايه؟ الستاتيك فاريبل. الستاتيك فاريبل ده اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، واللي احنا بنبدا ناخد مكونات الجيس فيس. يعني احنا دلوقتي عندنا زي ما عرفت دلوقتي في عندنا نوعين من المتغيرات، الستاتيك الفاريبل، في منها نوعين المتغيرات، في منها الستاتيك فاريبل، وفي حاجه ثانيه اسمها الديناميك ايه؟ وحاجه ثانيه اسمها الديناميك فاريبل. الستاتيك فاريبل ده دي اللي احنا هنقيسه باستخدام الميجرمنت ديفايسز، اجهزه القياس. دي المتغيرات ثابته نسبيا مع الايه؟ مع الزمن. طيب الديناميك فاريبل ده مش هنعرف نقيسه باستخدام الميجرمنت ديفايس، فهنقيسه باستخدام حاجه ثانيه اسمها داتا اكويزيشن ايه؟ صح الكلام ده دلوقتي ولا لا؟ الداتا اكويزيشن سيستم ده هيبقى ليه شابتر كامل المفروض الدكتور يوسف هيخصصه لكم. الشابتر ده هنقدر نتكلم فيه على ايه؟ على نظام حديث بيقدر يقيس المتغيرات اللي بتتغير بسرعه مع الايه؟ مع الزمن. طيب مبدئيا كده
المفروض ان اول سؤال انت هتتسال في الشابتر ده ولازم تعرف فيه اجابه هي هو ايه السؤال بقى؟ مكونات اي جهاز تناسلي اللي هم بيسموه ايه يعني؟ الميجرمنت ديفايس اللي هو مكونات جهاز القياس، اي جهاز قياس في الدنيا من قبل الترمومتر لغايه البارومتر لغايه الاجهزه بتاعت التاكوميتر بتاعت الابريم، اجهزه القياس دي كلها مشتركه في مكونات اساسيه، ايه المكونات الاساسيه بتاعتها؟ اول حاجه بتتكون منها الميجرمنت ديفايس بتتكون من سنسور. بتتكون من ايه؟ سنسور. ده اول جزء عندك. تاني جزء عندك حاجه اسمها ترانسديوسر. الترانسديوسر. تالت جزء عندك حاجه اسمها السيجنال كونديشن. مكبر الاشاره. طيب رابع جزء عندك الاوتبوت الخارجي. وطبعا اي عمليه قياس لازم يتم عليها عمليه كنترول وفيدباك. دي المكونات الاساسيه، اي جهاز قياس في الدنيا لازم يتكون من خمس اجزاء اساسيه، اللي هم ايه الخمس اجزاء اساسيه؟ اول حاجه عندك اللي هو سنسور. ثاني واحد ترانسديوسر، ثالث واحد سيجنال كونديشنر، رابع واحد الاوتبوت، خامس واحد الكنترول. الوظيفه بتاعتك ايه بقى؟ لو الدكتور هيسالك في الاجزاء دي هيقول لك مثلا جهاز معين، ممكن يحكي لك قصه الجهاز ده في الميد تيرم مثلا او في الفاينل، ويقول لك بعد ما يحكي لك مكوناته وبيشتغل ازاي هيطلب من حضرتك ايه؟ هيطلب من حضرتك تحدد لي فين السنسور؟ فين الترانسديوسر؟ فين السيجنال كونديشن؟ فين الاوتبوت؟ وفين الكنترول؟ ممكن جهاز الاول مره انت تشوفه في الامتحان، لازم حضرتك تبقى ايه؟ قادر انك تعرف ايه؟ المكونات دي تصلحها سام اي جهاز، بمعنى انت تعرف منين السنسور في اجهزه القياس؟ الجزء اللي فيه السنسور ده بشكل بسيط جدا، ده بيستقبل المتغير المراد قياسه. الجزء اللي بيدخل فيه المتغير اللي انت عايز تقيسه ده هيبقى اسمه دايما عندنا احنا الايه؟ السنسور. طيب بعد السنسور هتيجي الحاجه الثانيه اللي هم بيسموها يبقى الجزء الاولاني اللي بيتكون منه بس قياس السنسور ده بيستقبل المتغير اللي انت عايز تقيسه. طب الجزء الثاني عندك اسمه ايه بقى؟ اسمه الترانسديوسر. بمعنى بسيط جدا في الترانسديوسر ده بيعمل ايه؟ بيحول المتغير لاشاره مفهومه. الجهاز ده هيحول لنا المتغير اللي احنا عايزين نقيسه لاشاره. الاشاره دي اقدر افهمها. ماشي؟ وهقول لك ازاي دلوقتي. تالت واحد حاجه اسمها السيجنال كونديشن، ده وظيفته ان هو يعمل ايه حضرتك؟ ده وظيفته ان هو يكبر وينقل الاشاره اللي انت حصلت عليها. رابع واحد عندك الخارج بتاع الجهاز اللي هو بيسموه الاول بوت. خارج الجهاز اللي هو بيشيل لقيمه المتغير. خامس واحد الكنترول، دائرة الكنترول اللي بتتحكم في المتغير بتاعك. نفهم الكلام ده واحدة واحدة عشان تقدر حضرتك تحدد أي جهاز قياس في الدنيا تقول لي هو فين السنسور، فين الترانسديوسر، فين السيجنال كونديشن وهكذا. ناخد مثال على الكلام ده بقى. اكزامبلز. هناخد مثال بسيط جدا مطلوب من حضرتك في المثال ده تحدد لي فين السنسور، فين الترانسديوسر، فين السيجنال كونديشن، فين الاوتبوت، فين الكنترول. ناخد مثال بسيط جدا اللي هو مين؟ ترمومتر زي ما حضرتك عارف بالظبط كده، اي ترمومتر في الدنيا بيتكون من جزئين، بيتكون من البلب ده الانتفاخ، البلب وكمان التيوب المباشرية. ايه المطلوب من حضرتك؟ ايه اللي بيحصل؟ في اجهزه قياس كثيره بتقيس درجه الحراره، طبعا انت عارف ان الترمومتر ده بيقيس درجه الحراره، يبقى المتغير بتاعك هو مين؟ حراره. لا المتغير اللي انت عايز تقيسه درجه الحراره، صح كده؟ طيب هو ازاي بيشتغل الترمومتر؟ اول واحد بيشتغل ازاي؟ احنا بنجيب الترمومتر ده ونحطه في الميه اللي احنا عايزين نعرف درجه الحراره بتاعتها. صح الكلام كده؟ الترمومتر ده بيتكون من جزئين، البمب دي انت بتحطها في الجزء اللي انت عايز تعرف درجه
الفلويد بتاعها تحت درجه حراره. طبعا البامب دي بيبقى جواها ايه زي ما انت عارف؟ بيبقى جواها زئبق. بيبقى جواها الزئبق. طبعا نتيجه انتقال الحراره من الفلويد اللي عندك للزئبق اللي عندك جوه ده هيبدا يحصل له عمليه ايه؟ تمدد. فلما هيتمدد هيبدا يقطع فين؟ هيبدا يقطع فين؟ جوه الكبيري ايه؟ جوه الكبيري تيوب. طبعا ويبدا يشيل لدرجه الحراره. عايزين من حضرتك في الموضوع ده كله، عايزين اول حاجه تقولها لنا، اول حاجه خالص تقول لنا هو فين السنسور؟ هو فين السنسور في الجهاز؟ بص المتغير بتاعك هو مين؟ هو درجه الحراره، صح؟ درجه الحراره دي انت دخلتها في جزء من اجزاء جهاز القياس. دخلتها فين؟ للبلب. يبقى البلب ده هو مين؟ هو ده السنسور، ده الجزء اللي يستعمل المتغير، هو ده مين؟ السنسور بتاعه. طيب بعد السنسور خلصنا في اول جزء، الجزء اللي يستعمل المتغير هو البلب. طيب الجزء الثاني الترانسديوسر. ده اللي هيحول المتغير بتاعك اللي هيحول درجه الحراره للاشاره، يعني كامله. طبعا حضرتك كل اجهزه القياس ما ينفعش انها تقيس درجه الحراره كده وخلاص، لا ده احنا عايزين نعمل ايه؟ ده احنا عايزين نحول درجه الحراره دي لاشاره، يعني ايه اشاره؟ بص حضرتك الاشارات اللي عندنا دي ممكن تبقى اشارات ميكانيكيه، ممكن تبقى اشارات كهربائيه. الاشارات الميكانيكيه زي الترمومتر كده، بقول لك ازاي؟ الاشارات الكهربائيه بقى فرق جهد او شده التيار، بحلل من دي دلوقتي. الاشارات بيحول الترانسديوسر بيحول المتغير لاشاره، هو مش الترمومتر ده حول درجه الحراره اللي عندك لاشاره، هي فين الاشاره في الترمومتر؟ عارف انت ارتفاع الزئبق اللي موجود ده؟ ده هو ده الاشاره بتاعتك. فهمت قصدي؟ يعني الترمومتر اللي عندنا ده حول درجه الحراره حولها لاشاره، الاشاره اللي عندك اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ الارتفاع. فين الجزء اللي في الترمومتر ده اللي حول درجة الحرارة كمتغير حولها لايه؟ الارتفاع. انهي جزء؟ ها؟ الكابيلر. مين؟ الكابيلر تيوب. الكابيلر تيوب. ليه الكابيلر تيوب؟ واحد ممكن يقول لك الزئبق، الزئبق هو اللي حول المتغير بتاعنا لايه؟ لاشارة. لا هو الفكرة مش في كده، هي الفكرة ان الكابيلر وجودها هي اللي اجبرت الترمومتر اجبرت الزئبق انه يتمدد فين؟ بشكل رأسي، يعني هي دي اللي عملت مين؟ هي دي اللي طلعت الايه؟ الاشاره، بالظبط كده، يبقى الترانسديوسر اللي عندك هو مين؟ ها؟ كابيلاري تيوب. طيب وظيفه يبقى السنسور ده اللي استقبل المتغير، الترانسديوسر ده اللي حول المتغير بتاعنا لايه؟ لاشاره مفهومه، احنا قدرنا نفهم الاشاره اللي اتحولت اللي هي عباره عن ايه في الحاله بتاعتنا دي كده؟ عباره عن ايه؟ الارتفاع. صح الكلام؟ طيب الجزء الثاني عندنا اللي هو اسمه ايه بقى؟ السيجنال ايه؟ السيجنال كونديشن. ده وظيفته ايه في الدايره بتاعتنا؟ بيكبر وينقل الاشاره اللي طلعت. فين الجزء اللي بيكبر الاشاره؟ هي الاشاره اللي عندنا دي هي اللي عباره عن اللي هي ايه؟ عباره عن الارتفاع، صح؟ طيب الجزء اللي هيكبر الاشاره هو مين برضه؟ هو الكابيلاري تيوب. هو مش كل ما كانت الكابيلاري تيوب دي اديه كل ما كان ارتفاع الزئبق فيها اكبر؟ صح؟ يعني الجزء اللي هيكبر الاشاره وينقيها هو مين؟ هو مين برضه؟ الكابيلاري ايه؟ الكابيلاري تيوب. طيب في العمليه الرابعه الجزء الرابع عندك هو مين؟ الفرد. طبعا الفرد ده هو واضح جدا. الفرد بتاعنا هو عباره عن ايه؟ ها؟ عباره عن التدريج اللي موجود بره. اللي هو ايه؟ السكيل اللي موجود بره. القرايه تايب كنترول. طبعا يا جماعه طبعا بشكل بسيط جدا جدا مفيش كنترول قياس. ليه؟ الترمومتر ده ابسط جهاز قياس. ابسط جهاز قياس في الدنيا. حلو. الترمومتر ده ما عملناش في اي عمليه كنترول، ده حتى لما انت جيت رجعت الزئبق تاني لمكانه انت رجعته بس كده. صح؟ يبقى انت عملت ايه؟ ها؟ يبقى انت ما عملتش اي حاجه بدايره بجهاز جوه الايه؟ بقطع جوه، فبالتالي الكنترول في الحاله دي هيبقى بكام؟ هيبقى اسمه نو، مفيش كنترول في دايره الايه؟ الترمومتر، دايره الترمومتر. طيب ده اول جهاز اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه ايه؟ ثرموميتر. طيب الجهاز الثاني اللي احنا عايزينه منك المفروض حضرتك بقى تكون فهمت. بتاخد حاجه في التبريد؟ بدات التبريد صح؟ عايزين نعرف حضرتك دلوقتي
في حاجة بنحتاجها جوه أنظمة التمرين، حاجة اسمها الثيرموستات، حاجة اسمها إيه؟ اللي هم بيسموها أحيانا الثيرموستات. إيه الثيرموستات؟ إيه الثيرموستات ده بشكل بسيط جدا؟ بص لا مش بتبقى كده. الثيرموستات حضرتك اي تلاجة في الدنيا لما بتشغلها المفروض ان هي ما عندهاش ليميت، المفروض قاعده عماله تبرد الاكل اللي جواها تسحب الحراره منه وترميها بره، قاعده عماله تسحب الحراره من الاكل وترميها بره. لو احنا سبنا اي تلاجة شغاله في الدنيا هتجمد الاكل اللي موجود جواها. حلو؟ لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين قطع نحطها جوه التلاجة بحيث ان انا لما اوصل لدرجه الحراره المطلوبه جوه التلاجة التلاجة تفصل منها. عارف انت؟ بالظبط كده. احنا عايزين نوصل لدرجه حراره معينه جوه الايه؟ جوه اجهزه التمرين، جوه انظمه التمرين، جوه التلاجة، جوه الديب فريزر. لان لو انت سبت نظام التمرين او سبت موتور التلاجة شغال على طول الاكل اللي جواه كله ايه؟ هيتجمد. احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، احنا عايزين جهاز يتحكم لنا فين؟ التبريد. في التبريد بتاع التلاجة. طبعا يا جماعة القطع الأشهر اللي هي أكثر قطعة بتبوظ جوه التلاجة اللي هي اسمها الإيه؟ ثيرموستات. ثيرموستات ده بشكل بسيط جدا يا جماعة. ثيرموستات بشكل بسيط جدا شكلها عامل كده. بتبقى عبارة عن صندوق نحاس، حتى شفت الثيرموستات بتاع التلاجة قبل كده؟ ما عملتش أي حاجة، التلاجة ما حصلتش عندك مليون متر ولا ما شفتش قطع صغيرة كده عبارة عن صندوق ألمونيوم أو نحاس. طلع منها سلك كده رايح لحاجه برضو اسمها الايه؟ الباور. ده الشكل العام للثيرموستات. بس هو ازاي بيشتغل الثيرموستات ده؟ ازاي بنقدر نتحكم في ان التلاجه تشتغل او تفصل؟ بشكل بسيط جدا يا جماعه، الثيرموستات ده بيتكون من ايه؟ من باور. في هنا كده ميكانيكا جيم، في هنا حاجه اسمها البي لود، دي اسمها البيوز، وده البلط جواه السكاين. في هنا كده لينك واحد، ميكانيكا لينك واحد، وده ميكانيكا لينك اثنين. ودي هنا كده ازاي الثيرموستات بيشتغل؟ بشكل بسيط جدا برضو هحكي لك نفس القصه بتاعه الثيرموستات، بس ممكن هو في الانترنت الدكتور مصطفى او في الفاينل يجيب لك قصه جهاز ثاني خالص غير دول ويطلب منك انك تحدد لي الايه؟ الاجزاء المختلفه. تعال نشوف الثيرموستات بيشتغل ازاي. بشكل بسيط جدا يا جماعه الثلاجه ازاي بتفصل وازاي بتشتغل؟ بص حضرتك في حاجه هنا اسمها البلب، دي من النحاس. البلب دي جواها غاز خام. البلب دي حضرتك احنا الفريزر بتاع التلاجة. حلو؟ ايه اللي هيحصل لما نحطها جوه الفريزر؟ التلاجة مبطلة بقالها كتير. يعني واقفة عن العمل بقالها كتير. ايه اللي هيحصل؟ درجة حرارة الغاز الخامل اللي جوه هتبدأ ايه يحصل لها؟ تعلى. صح؟ لما الغاز الخامل اللي عندك درجة حرارته جوه البلب ده درجة حرارته تعلى هيبدأ يتمدد، ولما يتمدد هيدخل فين؟ هيدخل فين؟ في البيلوز. البيلوز دي عباره عن بالونه، بالونه كبيره كده، ماشي؟ لما الغاز الخام هيتمدد جواها حجمها هيكبر. فيبدا ايه اللي يحصل بقى؟ تبدا تزق اللينك اثنين ده، تبدا تزق اللينك ده الناحيه دي. حلو؟ هتبدا تزق فين؟ الناحيه دي. فلما هيتحرك اللينك ده الناحيه دي، هيبدا اللينك اللي فوق يتحرك الناحيه الثانيه. فيبدا يحصل هنا كده. يحصل الكوبري، تقفل الدائره الكهربائيه، يبدا موتور الثلاجه تاني ايه؟ يشتغل، فيبدا يحصل التبريد مره ثانيه، يبدا تبرد تاني، لغايه لما الثلاجه اللي يحصل لها؟ لغايه لما الفريزر جوه الثلاجه درجه حرارته تقل جدا، ايه اللي يحصل بقى تاني؟ يبدا الغاز الخام جوه البلب ده اللي يحصل له؟ يبرد. يبدا ينكمش ويبرد، صح؟ لما ينكمش ويبرد البيلوز ايه اللي هيحصل لها؟ ترجع مليون. بالظبط كده، حلو؟ تبدا ترجع تاني زي الاول. فيبدا اللينك ده يبعدوا الاثنين عن بعض الناحيه دي في الكونتاكت، فيبدا التلاجه تفصل مره ثانيه. صح؟ طيب في عندنا قطعه مهمه جدا
في هنا حاجه اسمها الرينج ادجستمنت. عارف الرينج ادجستمنت دي ايه؟ الرينج ادجستمنت دي يا اولاد هي البكره بتاعت التلاجه. هي دي اللي بتتحكم في ايه؟ في تمرين التلاجه. لو انت عايز التلاجه دي تبرد اكتر وتتحكم في درجه الحراره بتاعتها، انت بتبعد الاثنين دول عن ايه؟ عن بعض، علشان يبقى الكونتاكت محتاج وقت اكبر علشان ايه؟ يحصل، علشان التلاجه تفصل وايه؟ وتشتغل. فاحنا بنتحكم في درجه حراره التلاجه ازاي بقى؟ بالرينج ادجستمنت. الرينج ادجستمنت دي هي البكره بتاعت التلاجه، هي دي اللي بتفتح وايه؟ وتقفل ايه؟ الدايره بتاعتها، بتبعد وتقرب المسافه بين الاثنين دول. لو انت عايز التلاجه دي تفصل اسرع، تعمل ايه؟ تفصل وتقوم اسرع. يعني درجة الحرارة بتاعتك هتعمل انت فيها ايه؟ هتقربهم الاثنين من بعض، يا دوبك اول ما الغاز اللي عندك الكامل ده يفصل يبدا يتمدد اسف اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل كونتاكت، ترجع التلاجة تاني تشتغل. فهمت قصدي؟ احنا ده اللي احنا عايزينه، ده الهدف منين؟ من الرينج ادجستمنت. درجة الأوضة ثابتة على طول ولا هتفضل درجة حرارة الأوضة ثابتة في رينج معين. قصدي ان انا ما بتحكمش في التلاجة ان انا هبرد اكتر. لا انت لو عايز تبرد اكتر زود الوقت بالظبط كده، تزود الوقت عشان تاخد وقت اكبر عشان التلاجه تفصل وايه؟ وتشتغل، هتشتغل وقت اطول قبل ما تفصل. صعب الكلام ده؟ طيب عايزين من حضرتك ايه؟ احنا خدنا حضرتك في دول، عايزين من حضرتك ايه؟ تحدد لي الاجزاء بتاع الجهاز القياس لما كام جزء؟ 5. تعالى نبدا نشوف مين؟ السنسور. هو السنسور ده اللي تعرفه مين في اي بسباس؟ تعرفه مين؟ هو الجزء اللي بيعمل ايه؟ بيستقبل المتغير. الجزء اللي بيستقبل المتغير هو مين؟ هو اللي انت بتحدد له درجه الحراره، يبقى هو مين؟ البلب. طيب الجزء الثاني الترانسديوسر اللي حول درجه الحراره لاشاره مفهومه، هو مين بقى الجزء اللي حول درجه الحراره لاشاره مفهومه؟ من وجهه نظر حضرتك اللينك. ها؟ اللي جزء؟ البيلوز. البيلوز دي لما هتتمدد هتحول درجه الحراره اللي عندك، هتحول المتغير اللي عندك لحركه ايه؟ لحركه ترددية، صح؟ يبقى في الحاله دي اللي هيعمل عندك الترانسديوسر هو مين؟ البيلوز. هو ده اللي غير المتغير بتاعك درجه الحراره، غيره خلاه ايه؟ خلاه ايه؟ ها؟ الحركه بالظبط كده. الحركه دي هي دي الاشاره بتاعت الدايره، هي دي اشاره الجهاز. حلو؟ طيب الجزء الثالث السيجنال كونديشن. لينك واحد ولينك اثنين، لينك واحد وايه؟ واثنين، هم دول اللي هيعملوا لك الايه؟ في السيجنال كونديشن. ما هو كل ما انت عايز تكبر وتصغر اللي بيكبر الاشاره عندك هو لينك واحد ولينك اثنين، هم اللي خلوا الحركه التردديه البسيطه بتاعت الفيروس نتيجه التمدد خلوها بقت الحركه الكبيره دي كلها. صح؟ طيب الجزء الرابع الاوتبوت الخد بتاعك واضح جدا هو مين؟ الخد بتاع الجهاز هو الكونتاكت. صح؟ طيب الجزء الخامس الكنترول، هو مين اللي يتحكم في التغيير كله بقى؟ الرينج. هو مين؟ الرينج ادجستمنت هو ده اللي عامل دايره الكنترول بتاعك؟ يبقى هو ده مين؟ الرينج ادجستمنت. صعب الكلام ولا صعب الكلام؟ طبعا صعب مهمه جدا عشان تفيدك في حياتك اليوميه. بس المستند ده حضرتك لو وصف التلاجه، يعني لو انت لقيت التلاجه بتاعتك بيتكو مش شغاله بنسبه كبيره جدا الترموستات هو اللي بيبقى عطلان. ليه؟ لان التلاجه يقول لك التلاجه ما بتفصلش، يبقى معنى الكلام ان اللي بايظ اكيد الترموستات، لان معنى الكلام كده ان الطبيعي تفضل التلاجه شغاله على طول، لكن اللي مش طبيعي انها ايه؟ تفصل. صح كده؟ ففي الحاله دي تبقى عارف ان التلاجه ما بتفصلش، يبقى ده مشكله مين على طول؟ الترموستات. الحاجه الثانيه، طيب المشكله الثانيه بنسبه كبيره الثلاجه فاصله وما بتقومش، فاصله وما بتقومش ممكن برضه يبقى المشكله فين؟ في الترموستات، لان الدايره دي مالها قفلت باظت وهو ايه؟ وهما الاثنين بعيد عن بعض. فبنسبه كبيره جدا عطال الثلاجات، لان الكمبريسور بتاع الثلاجه ما بيعيش فتره طويله، ممكن يعيش 20 30 سنه. حلو؟ المعرض اكثر قطعه معرضه للتلف جوه الثلاجه هو مين؟ الترموستات. طب انت تعمل ايه عشان تعرف هو المشكله مشكله الترموستات ولا لا؟ لو انت بتتكلم بقى على تصليح للثلاجه، اول حاجه تعملها تشيل مين؟ تشيل الترموستات خالص من الثلاجه، تشيل خالص وتروح موصل السلكين اللي قبل الترموستات واللي بعده شورت سيركت مع بعض.
لو التلاجة اشتغلت، لو التلاجة اشتغلت يبقى المشكلة هي مشكلة ايه؟ الثرموستات. لو التلاجة ما اشتغلتش يبقى في مشكلة ثانية جوه التلاجة. فهمت حاجة؟ ما وصل؟ طيب ده الجهاز التاني اللي احنا عايزينه دلوقتي. الجهاز الثالث اللي احنا عايزينه منك طبعا اي جهاز قياس في الدنيا بقى. مثلا قبل ما ناخد الجهاز التاني في اجهزه قياس تانيه ممكن تلاقي ايه؟ عارف انت الميزان اللي انت بتسبيه وزنك ده عباره عن ايه؟ كنتاج. يعني التلاجة تفصل. ممكن عمق التلاجة حاجة من الاثنين، يا اما التلاجة ما بتفصلش خالص يبقى هو الكونتاكت الموجود على طول. يبقى دي مشكلة الثرموستات. لا اما التلاجة ما بتقومش خالص يبقى الاثنين دول بعاد عن بعض على طول، يبقى دي برضه مشكلة الثرموستات. يبقى أول حاجة أنت المفروض تعملها في أي نظام تبريد في أي تلاجة لو باظت، أول حاجة المفروض تبدأ تفكر فيها هي مين؟ الثرموستات. ده مبدئيا. صح؟ لقيت إن المشكلة مش في الثرموستات. التلاجة تبريدها ضعيف، ممكن تبدأ تشوف الفريون بتاع التلاجة. لقيت إن في مشكلة تالتة، آخر حاجة خالص ممكن تفصلها، ما هو حاجة من التلاتة في أي تلاجة لما موجودة. لا إما الثرموستات كويس، لا إما الفريون ضعيف فتبريد التلاجة ضعيف. تمام؟ لا إما الحاجة التالتة الكمبريسور باظ، في حالة الكمبريسور باظ أنت بتعرفها. بتبقى درجة حرارة التلاجة اللي جوه زي درجة حرارة التلاجة اللي حواليها. كأن التلاجة مش موجودة خالص. وطبعا الحاله دي برضه مرتبطه بمين؟ بالثرموستات او الثرموستات خالص. صعب الكلام ولا؟ طيب تعال نشوف اجهزه ثانيه سريعه كده في حياتك اليوميه. الميزان بتاعنا، الميزان بتاع البيت ده بيشتغل ازاي؟ الميزان بتاعنا في البيت ده مش الجهاز الثاني في العربيه. الميزان بتاعنا في البيت بيبقى انت بتقف حضرتك هنا كده عليه. عليه بالظبط. بيبقى في تحت منه سوسته على الميزان اللي انت بتقف عليه. السوسته دي ده السبرينج الاولاني. السبرينج رقم واحد ده لما بتقف عليه بينضغط. لما بينضغط بينقل الحركه بتاعته نصف لهيليكال سبرينج تاني. الهيليكال سبرينج التاني ده هو كمان اللي هيحصل له هينضغط. تمام؟ الهيليكال سبرينج ده اللي بيكون محطوط عليه المؤشر بتاعك. بتاع الايه؟ بتاع الميزان. فيبدا يشير لايه؟ للوزن بتاعك كام. صعب؟ هو فين بقى هنا؟ أول حاجة عندك فين السنسور في الحالة دي؟ هي ده صح؟ اللي أنت بتقف عليه. طيب فين الترانسديوسر اللي حوله الوزن للشرارة؟ اللي هو مين؟ السبرينجر رقم واحد. صح؟ طب مين اللي هيعمل السيجنال كونديشن؟ الهيليكوبتر. الإيه؟ السبرينجر رقم اثنين. طب فين الأول بوت بتاعك الخلف بتاعك؟ المؤشر والتدريب اللي هو. صعبه؟ الموضوع صعب؟ طيب في جهاز تاني هنعمل دلوقتي جهاز من اجهزه الضغط اسمه ايه بقى الجهاز ده؟ اسمه البوردن تيوب. اسمه ايه؟ بوردن تيوب. بوردن تيوب ده بشكل بسيط جدا يا ولاد جهاز بيقيس الضغط. بيقيس الضغط ازاي؟ طبعا ممكن يجيب لك جهاز تاني بره دول خالص يجيب لك اجهزه تانيه المفروض تبقى عارف تحدد هو فين السنسور فين الترانسديوسر فين السنسور بعد ما يحكي لك القصه بتاعته الاول. البوردن تيوب ده يا جماعه جهاز بيقيس الضغط. يبقى شكله عامل كده. اهو علامه استفهام كبيره قوي في حياتك. اهي علامه استفهام. البوردن تيوب ده يا جماعه بشكل بسيط جدا هي عباره عن انبوبه. ده البوردن تيوب. عباره عن انبوبه مصنوعه من ماده ضغطيه. عارف يعني ماده ضغطيه طبعا ماده مرنه. لما الجهاز اللي انت عايز تقيس ضغطه بيدخل جوه البوردن تيوب بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها عمليه ديفورميشن، بيحصل لها عمليه ايه؟ تشكل وديفليكشن من الطرف النهائي ده يعني بيبدا يحصل لها ايه؟ تشكل. فيبقى شكلها عامل ازاي؟ يبقى شكلها عامل كده. نتيجه التشكل اللي هيحصل فين؟ في البوردن تيوب. شفت انت اللي هي الصفاره بتاعت زمان دي اللي انت بتضغط عليها فتلاقي طلعت قدام؟ هي دي نفس الفكره. بس دي بقى ايه؟ بطريقه معينه اهي. ده كده الجهاز اللي انت عايز تقيس ضغطه هيدخل جوه البوردن تيوب. هيبدا يحصل لها ايه البوردن تيوب؟ تشكل. التشكل ده هيبقى متناسب مع قيمه الايه؟ الضغط اللي انت بتدخله. بالظبط كده؟ هيبقى في بعد هنا كده ايه؟ الحركه
في لينك واحد. لينك واحد ده بيعمل ايه حضرتك؟ لينك واحد ده انت بيربط طرف البورد تيوب بمين؟ بالسبرينج اللي هنا. والسبرينج اللي هنا ده متثبت عليه ايه؟ متثبت عليه المؤشر بتاعك والعداد. تعال نشوف اول واحد حاجه عندك السنسور. الجزء اللي بيستقبل المتغير. هو مين السنسور في حاجه كبيره؟ انت دخلت المتغير فين؟ ثاني جزء. في البروتين تيوب صح؟ ما هو ده الجزء اللي بيستقبل ايه؟ المتغير. طيب الجزء الثاني الترانسديوسر اللي حول المتغير لايه؟ لسيجنال لاشاره. هو برضه مين؟ البروتين تيوب اللي حول الضغط لايه؟ الإشارة الميكانيكية اللي هو الديفليكشن اللي حصل في النهاية، يبقى هو برضه مين؟ البرج تيوب. طيب السيجنال كونديشن هو لينك واحد بلينك كام؟ لينك واحد بلينك كام؟ اثنين. لينك واحد اللي عندك يا سيدي. طيب الأوتبوت الخارج السكيل ريدنج أو السكيل القراية على السكيل. طيب الجزء الرابع الجزء الخامس الكنترول. هتلاقوا في الكنترول هنا بقى. عارف انت وظيفه السبرينج اللي تحت ده مش مجرد ان هو يتشكل ويتمدد كده وخلاص، ده هو وظيفه الكنترول برضه يا اولاد. ان هو يرجع المؤشر تاني زي كده بالظبط، ان هو يرجع المؤشر تاني لفين؟ للصفر بتاع الجهاز. يبقى اللي هيعمل الكنترول عندك هو مين؟ السبرينج. صح الكلام ولا لا؟ يبقى اول سؤال عندنا كان النهارده اللي هو كان ايه؟ ازاي تعرف مكونات اجزاء الجهاز القياس الايه؟ المختلفه. طيب ايه المطلوب منك بقى دلوقتي تاني؟ ايه المطلوب منك؟ في عندنا شويه مصطلحات سريعه انت لازم تعرفها. ماشي؟ في عندنا شويه مصطلحات سريعه قبل ما ابدا الشيت انت لازم تعرفها. ايه المصطلحات دي؟ الاول الخارج بتاعك اجهزه القياس. خارج اجهزه القياس يا جماعه كل اجهزه القياس اللي عندنا هم ليها خارج من الثلاثه اللي هم ايه زي ما انت عارف. يبقى الخارج بتاعك انالوج. خارج انالوج يعني عباره عن مؤشر. الخارج التالت زي ما انت عارف هو مين؟ الديجيتال. الخارج التالت عندك هو مين؟ ها؟ الارجوميتر. زي مين كده يعني؟ زي الثرموستات، ده يعتبر الخارج بتاعه ايه؟ النور. صح؟ ها؟ طب هيجي اسالك سؤال مهم جدا، يعني انا الاوتو ولا الديجيتال؟ يعني لو انت عندك عدلات السرعه بتاعت العربيه يفضل ان هي تكون انالوج ولا تكون ديجيتال؟ الساعة الانالوج افضل ولا الساعة الديجيتال؟ انا هقول لك على حاجة. الانالوج افضل في حاجة. الانالوج افضل فين؟ لا. الانالوج عبارة عن مؤشر كده عليه العداد بشكل كده واحد. صح؟ عدلات سرعة العربية لو انت بتكلمني عنها لو هي عبارة عن انالوج ليها ميزة حلوة قوي اللي هي ايه؟ ان هي الاستجابة بتاعتها عالية. انت بتلاحظ لما بتدوس فرامل ان المؤشر رجع وبيتحرك قدامك. ده الريسبونس هاي ريسبونس. الريسبونس بتاعته ايه؟ اعلى. بس واضح جدا ان الاكيرسي بتاعته ايه؟ الدقه بتاعته ايه؟ اقل. طيب الديجيتال لو اي واحد عنده عربيه العداد اللي فيها بتاع السرعه ديجيتال لما يدوس فرامل هتبقى السرعه على 60، بعد شويه هيلاقي انها وصلت ل 15. فاهم قصدي؟ فمش هيقدر في بعض الاوقات في اللحظات اللي ما بين ال 60 وال 15 انه يعرف قيمه الايه؟ انه يعرف قيمه السرعه، فالريسبونس بتاعتها ايه؟ والسرعه بتاعتها ايه؟ ها؟ الريسبونس بتاعتها بتكون اقل، بس الاكيورسي بتاعتها بتكون ايه؟ يعني لو فضلت ماشي على سرعه ثابته الاكيورسي بتاعتك هتفضل ايه؟ هتبقى اعلى فين؟ في الديجيتال، بس لو انت بتكلمني على السرعه المتغيره غير النقطة الثانية يبقى انت كده بتكلمنا على ايه؟ الانالوج يبقى افضل. صح؟ يعني كل واحد ليه ميزة وليه عيب. الانالوج ميزته ايه؟ ها؟ الريسبونس بتاعته ايه؟ اعلى. تمام؟ التغير بتاعك فين؟ اعلى. الاكيرسي بتاعته اقل طبعا من ايه؟ طبعا على حسب الابلكيشن بتاعك. انت لو انت خدت بالك ان عدلات السرعه الديجيتال ما بقتش مستخدمه تقريبا في اي عربيه. علشان هي اثبتت فعلا ان هي ايه؟ ليست ذات قيمه كبيره.
لان السرعه عندك بتتغير بشكل ايه كبير صح. طيب رقم خمس حاجه اللي احنا عايزين نتكلم عنها في عمليه اسمها عمليه الكالكريشن المعايره. المعايره معايره الاستقياس. ايه المعايره بتاعتك الاستقياس؟ حضرتك الترمومتر بيطلع من المصنع زي ده كده بيطلع مسح. مسح يعني ايه؟ مش هلاقي اي ارقام. احنا عايزين نبدا نكتب الارقام اللي عليه صح. عمليه المعايره دي بشكل بسيط جدا يا جماعه بص كده عمليه تطبيق قيم معلومه منين؟ من الامت وملاحظه التغير فين؟ وملاحظه التغير فين؟ في الاول في الخارج. حضرتك احنا عايزين نصنع جهاز قياس. اي جهاز قياس في الدنيا لازم يتم الاول قبل ما ينزل السوق لازم يحصل له عمليه الاول. عمليه ايه؟ المعايره. عمليه المعايره دي هي العمليه اللي بتتم فيها معظم الاخطاء جوه جهاز الايه؟ جوه جهاز القياس. معظم الاخطاء بتتم في اي عمليه؟ في عمليه ايه؟ المعايره. ازاي الكلام ده بيحصل؟ بص كده تعريف المعايره عمليه تطبيق قيم معلومه من انبوت وملاحظه التغير هيحصل فين؟ في الاول. ازاي الكلام ده بيحصل بقى؟ حضرتك احنا عايزين نبني الترمومتر اللي طالع من المصنع مسح مش هلاقي اي ارقام. مسح كده مش هلاقي اي ايه؟ مش هلاقي اي ارقام. بيبدا نكتب عليه تدريج 10 20 30 وهكذا لغايه ما نوصل ل 100. طب اكتب عليه ازاي الكلام ده؟ بص حضرتك احنا هنحط الترمومتر المسح ده اللي مش مكتوب عليه اي حاجه هنحطه في درجات حراره معلومه. هطبق قيم معلومه منين؟ من الابن. وهشوف التغير اللي هيحصل فين؟ في الاول. بمعنى ايه مثلا؟ هبدا احط الترمومتر ده في درجه حراره معلومه يعني احطه في ثلج بس. درجه حراره الثلج زي ما انت عارف كام؟ صفر درجه سلسيوس صح؟ ابدا اشوف الزبط العالي هيتمدد لغايه فين؟ والارتفاع بتاعك اول ما يطلع الفوان كده هتكتب درجه حراره كام؟ تكتب درجه حراره كام؟ صفر. فهمت العمليه بتتم ازاي؟ طب عايزين نحط عايزين نكتب درجه حراره 100 على ايه؟ هروح احطه فين؟ في ميه بتغلي. الميه اللي بتغلي دي كده اهي. الميه اللي بتغلي انت عارف فيها درجه حراره كام؟ 100 صح؟ درجه الحراره 100 اللي عندك دي كده ها؟ تبدا تشوف الارتفاع اللي هيحصل فين؟ بتاع الزبق. ولما الزبق يطلع لغايه ارتفاع معين يبقى تكتب عليه درجه حراره كام؟ يبقى درجه حراره كام؟ 100. طب عايز درجه حراره اللي في النص تبدا تعمل عمليه تدريج لكل درجه حراره ما بينهم. صعبه؟ بقى دلوقتي الترمومتر ده بقى ليه قيمه عندنا. الترمومتر واي جهاز خاص في الدنيا من غير الترمومتر ده ليس له قيمه تماما. تمام؟ طيب يبقى اول حاجه وظيفه بقى اهميه عمليه الكالبريشن حاجتين. ان انت اول حاجه تصنع اجهزه القياس. الحاجه الثانيه انك تعمل ايه؟ رد عليا انك تقدر تشوف الجهاز القياس ده هو شغال بشكل كفء ولا لا؟ يعني صح ولا غلط؟ طيب يبقى عمليه الكالبريشن دي عمليه بتتم في اي عمليه تصنيع لجهاز القياس. ولازم تبدا بتتم ازاي؟ هطبق قيم معلومه من امتى؟ واشوف القيم بتاعنا هيبقى قد ايه؟ وبناء عليها ابدا احط القيم بتاعتي. في عندنا نوعين من الايه؟ من الكالبريشن. في عندنا نوع اسمه الاب سكيل كالبريشن وحاجه اسمها الداون سكيل كالبريشن. الاب سكيل كالبريشن والداون سكيل كالبريشن. ايه الاب سكيل كالبريشن؟ معايره تصاعديه. هبدا اطبق درجات حراره بشكل تصاعدي. 0 10 20 30 40 ده النوع الاولاني من المعايره. هطبق قيم بشكل ايه؟ تصاعدي. طيب الداون سكيل هطبق القيم بشكل تنازلي 100 90 80 70 لغايه لما اوصل لكام في الاخر؟ لصفر. هيجي يسالك السؤال المهم جدا. الافضل ليك تشتغل باب سكيل كالبريشن ولا داون سكيل كالبريشن؟ لا ده ولا ده. ليه؟ لان لو انت واخد بالك في عوامل ثانيه بتساعد الترمومتر الزئبق اللي جوه ان هو يطلع وينزل. يعني لو انت بتنزل تحت كده بتطبق قيمه الصفر وبتطبق قيمه ال 10 وال 20 لغايه لما توصل ل 100 غير العوامل الثانيه اللي هتساعدك انت لازم من 100 لغايه فين؟ من 100 لغايه فين؟ صفر. عمر الاب سكيل والداون سكيل كالبريشن بيكونوا متفقين مع بعض. فبالتالي افضل كالبريشن نعملها لاي جهاز هو مين؟
كالبريشن نطبق قياس عشوائيه 90 مره 30 100 وهكذا بشكل عشوائي علشان تقدر ايه تتغلب على مشكله الاب سكيل والاختلاف بين الاب سكيل والدبل سكيل كالبريشن. صعب الكلام ده دلوقتي؟ طيب احنا نعرف منين بقى السؤال الاهم، نعرف منين الجهاز القياس بتاعنا شغال بشكل كفء ولا لا؟ يعني ايه صح ولا غلط؟ مفيش جهاز قياس في الدنيا يا جماعه بيتيجي تشتريه الا لما بيجي معاه حاجه اسمها الداتا شيت بتاعه وبيجي معاه الكالبريشن كيرف بتاعه، ده اسمه كالبريشن كيرف. ايه الكالبريشن كيرف او الداتا شيت اللي بيجي معاه جهاز القياس؟ ده بيوضح لك القيم بتاعه المعاينه اثناء عمليه التصنيع. فاهم قصدي؟ يعني ايه؟ هتلاقي لو انت جبت الترمومتر من بره من اي شركه بره هتلاقي الترمومتر جاي معاه ايه؟ الكيرف الصغير ده بيقول لك فيه ان لما كانت درجه الحراره صفر كان ارتفاع الذوبك هنا 1 سم، لما كانت درجه الحراره 10 كان ارتفاع الذوبك كام؟ 1.5 سم. الكيرف اللي عندنا ده كده يا جماعه، الكيرف بتاعنا ده كده هو اللي احنا بنرجع له لو الجهاز بتاعنا باظ. يعني ايه؟ يعني هتيجي انت تعمل ايه لو انت عايز تتاكد ان الجهاز ده شغال ولا لا؟ هتحط الترمومتر اللي عندك ده في تلج مثلا، المفروض درجه حراره التلج كام؟ صفر، صح؟ تبدا تشوف بقى هو ارتفاع الذوبك فيه كام؟ 1 سم ولا لا؟ لو ارتفاع الذوبك فيه 1 سم يبقى الجهاز ده لسه شغال زي ما هو ارتفع. طب لو الارتفاع بتاعك ده اتغير، ها؟ لو لقيته 1.5 ولا 2 سم تبدا تعرف على طول ان في مشكله فين؟ في جهاز القياس. صعب الكلام؟ الكالبريشن جيرف ده هيبقى مهم بالنسبه لنا، هو عباره عن الانبوت تحت هنا كده والاول بوت على المحور ده. ده ياخدنا لمصطلح اخير اسمه ايه؟ السنسيتيفيتي، الحساسيه بتاعه جهاز القياس. حساسيه جهاز القياس عباره عن ايه؟ النسبه بين التغير في الاوتبوت على التغير فين؟ في الانبوت، او اللي هو بشكل بسيط جدا هي مين منحنى المعاينه. لو انا جبت المين بتاع منحنى المعاينه ده كده تمام، يبقى هو ده ايه؟ هي اسمها السنسيتيفيتي، حساسيه الجهاز. حساسيه الجهاز دي مرتبطه بمين بقى؟ زي ما قلت لك في الانالوج والديجيتال والاون والاوف، قلت لك الريسبونس، الريسبونس دي اللي هي بتاعت عندنا احنا ايه؟ اللي هي اسمها ايه يعني؟ سنسيتيفيتي. صح؟ عمليه المعاينه ده يا جماعه عمليه مهمه جدا. طيب في حاجه اسمها الايرورز اللي بتقابلنا واحنا بنعمل عمليه المعاينه. الايرورز اللي بتقابلنا في عمليه المعاينه. اتفقت معاك ان معظم الاخطاء اللي بتحصل جوه اجهزه القياس بتحصل نتيجه عمليه الايه؟ المعاينه. ما هو طبيعي جدا مش هيحصل خطا من الازاز او البابا او الكابلري تيوب، اكيد الخطا هيبقى فين؟ في الشركه وهي بتصنع الترمومتر وبتعمل له عمليه معاينه. صح كده؟ اكيد في خطا حصل. صح؟ بناء عليه على الخطا اللي حصل فيه في عندنا حاجه اسمها اخطاء، الاخطاء دي بتحصل نتيجه عمليه المعاينه. هم كم خطا؟ هم اربعه. اول واحد منهم اسمه الهاي ستريس ايرور. تاني واحد linearity error. تالت واحد السنسيتيفيتي ايرور او السلوب ايرور. رابع واحد حاجه اسمها الزيرو درافت ايرور. كم واحد دول كده؟ اربع اخطاء. الاربع اخطاء دول حصلوا ازاي؟ تعالى نبدا باول واحد منهم اللي هو الهاي ستريس ايرور. الهاي ستريس ايرور بشكل بسيط جدا يا جماعه عباره عن ايه؟ الفرق بين مين ومين؟ الفرق بين الاب سكيل كالبريشن والداون سكيل كالبريشن، صح الكلام كده؟ ما انا قلت لك ان دايما ايه؟ ها؟ انا قلت لك ان دايما ايه؟ ان دايما المعاينه في الاب سكيل والداون سكيل والاثنين دايما بيبقى فيهم ايه؟ نسبه خطا. الفرق بين الاب سكيل كالبريشن والداون سكيل كالبريشن ده كده الاب سكيل كالبريشن وده كده الداون سكيل كالبريشن. حلو؟
الفرق بين الاثنين دول بين اي قيمتين هي دي مين بقى؟ هي دي الهاي ستريس سيستم. الفرق بين الاب سكيل عباره عن الواي اب سكيل ناقص الواي داون ايه؟ صح؟ يبقى اول واحد عندك الهاي ستريس سيستم. الهاي ستريس سيستم ده بتحصل نتيجه ايه؟ الفرق بين الاب سكيل كالبريشن والداون سكيل كالبريشن. طب غالب على ازاي؟ هتغلب على الهيستوريس سكيلر ازاي؟ اعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل راندوم كالبريشن. بنعمل ايه عشان نخلص منه؟ الراندوم كالبريشن. طيب اللي بيرت ايرور الخطا الثاني دايما الكيرف ده ما ينفعش نقسم له الميل بتاعه، فلازم هقربه لخط مستقيم عشان اعرف الميل بتاعه بشكل اسرع. ماشي؟ خطا نتيجه ايه بقى؟ نتيجة التحول من كيرف إلى إيه؟ إلى خط مستقيم. يعني ده كده كان الكالبريشن كيرف، هنقربه خط مستقيم كده. الفرق بين الخط والكيرف هو ده مين؟ اللينيارتي إيه؟ إيرور. طيب السلوب إيرور، أنت أصلا كان في عندك خطأ وأنت بتحسب مين؟ وأنت بتحول من كيرف لخط. طب السلوب ايرور ده خطا في تحديد الميل بتاع الخط. واحد هياخد الميل كده هيبقى فيه اختلاف فين؟ في الميل. ده اللي هو اسمه ايه؟ السلوب ايرور او السنسيتيفيتي. الخطا الرابع والاخير اللي هو اسمه ايه بقى؟ اثناء عمليه المعاينه، اثناء عمليه المعاينه يا ولاد بيحصل ان صفر الجهاز بيترحل. يعني ايه؟ انت هنا صفر الجهاز ده هنا وانت بتعمل عمليه معينه ممكن تلاقي الصفر بتاع الجهاز اترحل بقى فوق او تحت، زي ما انت بتيجي تقيس نفسك على الميزان، لما بتنزل من على الميزان بتلاقي ان حصل فيه ايه؟ ترحيل فين؟ في الصفر بتاعه. حلو؟ الترحيل في صفر الجهاز ده بيسموه زيرو دراج ايرور، خطا نتيجه في تحديد صفر الجهاز اللي هي القيمه الصفريه بتاعته. يبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى شكله عامل كده. اللي هم بيسموه يوري زيرو درافت. اخر حاجه، طب الخطا الكلي فين بقى في الجهاز الكويس؟ الخطا الكلي اللي هم بيسموه الاي ابسوليوت ايرور، الخطا الكلي بقى هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن مجموع الاخطاء دي كلها، اللي هو مين يعني؟ الهاي ستريس ايرور تربيع، والزيرو درافت ايرور تربيع، والسنسيتيفيتي تربيع، وايه؟ واللينيارتي تربيع. واي خطا تاني هيبص لك عليه في اي مساله، كل ده انت هتاخده معاك فين؟ من ضمن الابسوليوت. ده الخطا الكلي اللي حصل فين بقى؟ في جهاز القياس. ده الخطا اللي جوه جهاز القياس في حد ذاته. صعب؟ ما انا قلت لك ان مفيش اخطاء بتحصل جوه جهاز القياس الا منين؟ من الكاليبريشن ايه؟ الا من عمليه الايه؟ المعاينه. طب الكاليبريشن ايرور ده المفروض يطلع معاك ايه بقى؟ لو انت بتتكلم على ترمومتر يطلع معاك رقم، يطلع معاك اوان، يطلع معاك ايه؟ رقم 10، يعني يطلع مثلا ايه؟ 1 درجة، 1 درجة حرارة، 2 درجة حرارة، 3 درجة حرارة، صح؟ في عندنا مصطلح تاني اسمه ايه بقى؟ اسمه الانسرتينتي، هناخده في الصين. في مصطلح اسمه ايه؟ الانسرتينتي. ايه الانسرتينتي دي بقى؟ دي نسبة مئوية للخطأ. يا شيخ ده اللي هتشوفه من كده. الانسرتينتي اللي هو عبارة عن ايه بقى؟ قيمة رقمية للخطأ داخل الجهاز. وهنتكلم عنه بالتفصيل في الشطرة. حد عنده أي أسئلة دلوقتي؟ هناخد مسألة بالظبط كده تطبيق، طبعا هي المسألة كلها سطرين. فهناخد مسألتين من الشيت تطبيق على اللي احنا قلناه. طبعا انت تبقى عامل حسابك كويس قوي ان انت اكيد هتسال فين؟ رد عليا. ها؟ ان انت اكيد هتسال في كل فيلم من الكلام ده. انت معاك كده شطر واحد كامل، باقي لك ان انت تراجعه من البي دي اف بتاعته وتصفحه وتحل المسائل. انا هحل لك مسائل منه. معلش يا جماعة أنا ما أحبش أوصل الصفحة
انا هشوف لو في حاجه مش واضحه اقول لك ترجع في حته ثانيه. بص يا جماعه، المساله بتقول لك ايه؟ المساله بتقول لك the transducer specified in the following table is chosen to measure a nominal pressure of 500 سنتيمتر ميه. يعني بيقول لك المتغير بتاعك هو مين؟ البريشر. البريشر احنا عايزين نقيس الضغط، والوحده الضغط اللي هنقيسه بيقول لك 500 سنتيمتر ايه؟ ميه. يبقى اول حاجه كده المتغير بتاعك هو مين؟ البريشر. وبيقول لك ان القراءه كام؟ بتاعت الضغط اللي المفروض تقيسه 500 سنتيمتر ايه؟ ميه. انت عارف طبعا سنتيمتر زائد باك والملي متر زائد باك، كل دي وحده ضغط، ولا ايه رايك؟ بيقول لك في امبير تمبريتشر از اكسبكتد تو فاري بين 18 و 25 ديورينج تيست استيميت. تمام؟ ذا ماجنتيود اوف اتش اليمنت ايرور افكتنج ذا ميجر. عايز تقول لي الخطا الكل بكام؟ لو عرفت ان الرينج بتاع الجهاز كام؟ لو عرفت ان الرينج بتاع الجهاز 1000 سنتيمتر واي. حلو الكلام كده؟ لو عرفت ان اللينيارتي ايرور اللي ايه؟ الرينج يا جماعه ليه اسم تاني، في ناس ثانيه بتسميه الاف اس او. الرينج ده في حاجه اسمها الفول سكيل اوبريتنج. فول سكيل اوبريتنج ده اللي هو الاسم ايه تاني لمين؟ للرينج. الرينج بتاعنا او الفول سكيل اوبريتنج. لو عرفت ان اللينيارتي ايرور اول واحد اللينيارتي ايرور بكام؟ بص هو بيقول لك كام؟ نص في المية من الفول سكيل. يعني نص في المية منين؟ من الرينج. يعني نص في المية، يعني نص على كام؟ على مية. في ايه؟ في الرينج اللي هو كام يعني؟ 1000. يبقى اللينير ايرور بكام؟ ب 5 سم. يبقى انت كده حسبت اول خطا اللي هو مين؟ اللينير ايه؟ ايرور. هو طبعا هيدي لك الاخطاء النسبه المئويه، هيدي لك دايما الخطا نسبه ايه؟ نسبه مئويه. طيب الخطأ الثاني اللي بنقوله والهاي ستريس يس ايرور 15% في المية من الفول سكيل بار. يعني الهاي ستريس يس ايرور 15% على المية في الفول سكيل على 1000. يعني كله كام؟ واحد ونص ايه؟ الخطأ الثالث السنسيتيفيتي ايرور. السنسيتيفيتي ايرور بكام؟ 25% من الريدنج. 25% على 100 في الريدنج. الريدنج اللي هي بكام؟ 500. تطلع بواحد ولا بواحد. يبقى انت حسبت السنسيتيفيتي. في عندنا قال لك على حاجه ثانيه، قال لك في حاجه اسمها ثيرمال سنسيتيفيتي ايرور. عبارة عن ايه الثيرمال سنسيتيفيتي ايرور؟ الثيرمال بيقول لك عبارة عن 2% في المية من ايه؟ من الريدنج. الريدنج اللي كان كام؟ 500. بس هو قال لك ايه؟ قال لك لكل درجة حرارة. قال لك لكل درجة ايه؟ حرارة. وهو قال لك يعني دي كده الخطا ده لكل درجه حراره. هو قال لك ان الجهاز اللي عندك شغال من درجه حراره 18 ل 25، يعني الماكسيموم ليه هيبقى كام؟ عند درجه حراره كام؟ يبقى تضرب لي كام مره في 25 وتطلع لي الثيرمال ايرور. الخطا ده هو قال لك ان هو مقسوم على درجه حراره، يبقى لازم يتضرب في درجه حراره اللي بتاعت الجهاز اللي عندك. طيب في عندنا قال لك على حاجه ثانيه، قال لك على حاجه اسمها الثيرمال زيرو درافت ايرور. السيرمال زيرو درافت اللي هو الزيرو درافت ايرور قال لك كام بقى؟ 2% نفس الكلام بالظبط. منين؟ من الريدنج، اسف، من الفول سكيل اوبريتنج سيستم اف في كام؟ لكل درجه حراره في 15. طلع لي ايه زيرو درافت؟ هو هيجيب لك دايما الاخطاء نسب ايه؟ نسب ايه؟ ما هو ممكن من حضرتك ايه؟ تجيب لي الخطأ الكلي، أنت كده جبت الخطأ
الخطه بتاع كل واحد. طب لو عايز في كليه بقى تبقى عباره عن ايه؟ جذورهم كلهم اللينير تيبل والسنسيتيف تيبل والهايستيسيس وكل الاخطاء اللي عندك. صعب؟ السؤال الاهم هنا، السؤال الاهم هنا في حاجه واحده، لازم الخطا بتاعك اللي انت تطلعه لي تكون وحدته نفس وحده القرايه. يعني هنا ده وقته كام؟ واحد ونص، واحد وربع سم. القرايه كام برضه؟ الريدنج 500 سم. يعني ال 500 سم دول هتيجي تجمع عليهم ايه بقى؟ هيطلع معاك الايرور اللي عندك ده بعد ما تطلعه لي هيطلع معاك كام؟ 6 وربع في المسألة دي. 6 وربع سم. حلو؟ هتكتب لي زائد او ناقص. يعني مش شرط تبقى القرايه 500، ده ممكن تبقى 500 واضيف عليها كام؟ 6 وربع، او اطرح منهم كام؟ 6 وربع، لان القرايه بتاعتك الخطا دايما بيحتمل ان هو يبقى بالزياده او بالايه؟ او بالنص. صح؟ صح. في طبعا مساله ثانيه عن السنسيتيفيتي. مساله السنسيتيفيتي هو مدي لك جدول، مدي لك الواي اب سكيل والواي داون سكيل، وعايزك تقول لي ايه بقى؟ وعايزك تقول لي تاخد كل نقطتين تطرحهم من بعض وتطلع لي السنسيتيفيتي، الرمز بتاعك ايه السنسيتيفيتي؟ السنسيتيفيتي عباره عن من حاله معينه، يعني التغير في الاوتبوت على التغير فين؟ في الانبوت. يعني الواي اوت ماشي دلتا الواي اوت على دلتا اكس. دلتا الواي دي هي مين؟ التغير في الاوتبوت، ودلتا اكس هي التغير فين؟ في الانبوت. اي اسئله؟ حد عنده اسئله؟ شابتر واحد نجح، في مشكله؟